شايفين العجب، شايفين الراجل الغريب ده، ده صيني هيطبخ حاجة غريبة جدا، هيولع في البوص، شايفين حاجة غريبة يا جماعة، شايف خلاهم زي الفحم، الصراحة حاجة غريبة، وحط عليهم رملة وهتشوف حاجة غريبة دلوقتي خالص، بعد كده حط ملح يا باي باي باي، الصراحة حاجة غريبة وهتشوف حاجة دلوقتي أغرب طبخة، وبيقلب الملح والفحم مع الرمل وحاجة غريبة وحاجة إيه غريبة، بس ركز معايا كده. بعد كده حط عليهم المية وهتشوف العجب دلوقتي، انت الوقت هتشوف ايه العجب، وبعد كده حط عليهم بيض، بص هتشوف العجب دلوقتي، وصخمة البيض بيه هتشوف حاجة عجيبة الصراحة. بعد كده يا جماعة الصراحة حاجة غريبة، بعد كده في حط عليهم بودرة أسمنت، الصراحة حاجة غريبة حاجة عجيبة، بس ركز معايا، أنا عايزك ايه تركز معايا، إنك هتشوف أغرب حاجة، أغرب ايه حاجة. بعد كده حطهم في جدرة وقفل عليها مبوس وهيسيبها لمدة 4 أيام، الصراحة هتشوف حاجة غريبة، بس أنا عايزك تركز معايا وعايزك تصلي على النبي، عايزك ايه تصلي على النبي، أنت مش بتصلي على النبي ليه؟ صلي على النبي، هتشوف أغرب طبخ دلوقتي، الصراحة أنا مهبور جدا وفي قمة الانبهار، الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة جدا، شايف؟ شايف طلعوا بقية؟ الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة، شايف؟ شايف شكله؟ الصراحة حاجات غريبة حاجات عجيبة، وبعد كده يا جماعة جمع دي الجاموسة ويفتحها بالصاروخ، شايف حاجة غريبة؟ ده شايف ختا يعني اللي هو ايه؟ اللي هو روس أو شقة الجاموسة يعني بالبلد، الصراحة حاجة غريبة، بيعصره وتحس إنه كده بيعمل طعمية من شقة الجاموسة وحاجات غريبة، بس اصبر معايا أنت هتشوف حاجة دلوقتي غريبة جدا، ركز معايا، شايف كده شكل الطعمية ازاي؟ الصراحة حاجة غريبة، بس وبيشمهم حاسس ان هو يا عم انت غريب قوي يا راجل، الصراحة حاجات غريبة وحاجات عجيبة، بس عايزك تركز معايا، عايزك ايه؟ تركز، وحط عليهم باذنجان وطماطم وحاجات غريبة، بص وجاب دقيق وحاجات، بص معايا بس، انت مش بتبص ليه؟ بص معايا بس، بصيت؟ شايف؟ ويعمل عيش ويحط مش عارف عليها بودرة أسمنت وحاجات غريبة حاجات غريبة، وعمل شوية كتار، الصراحة حاجة غريبة، الصراحة حاجة مهبرة جدا وفي قمة الانبهار، وطلعت باذنجان والطماطم ومش عارف ايه، وحط العيش وحاجة غريبة، بص الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة، وبيطحن الباذنجان والطماطم في الجركن الوسخ ده، وحط جبس ويطحن، الصراحة أنا مهبور جدا وفي قمة الانبهار، وحاجة مهبرة جدا وحاجة غريبة جدا، الشعب ده هيودينا في داهية، الشعب الصيني ده الصراحة يعني للصراحة، وطلعهم وحطهم في الشوال الوسخ ويقلبهم، عايزك تصلي على النبي، انت مش بتصلي على النبي، لا صلي على النبي، الصراحة حاجة غريبة وحاجة عجيبة جدا، بص معايا كده، انت مش بتبص ليه؟ بص بص كده، شايف؟ الصراحة حاجة غريبة، بعدين طلع الكتحة من الجرك الوسخ ده ويخلطهم وبعدين هيبدأ ياكل، الصراحة أنا منصح